يعني خلينا قبل ما نكمل كلامنا نروح دلوقتي لزميلتنا طبعا روزان نصر من صالة دكتور حسن مصطفى للقاء هام جدا مع كابتن طارق خيري المدير الفني لملكات سلة الأهلي. اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوفك طبعا الكرام وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. معايا دلوقتي طبعا المدير الفني كابتن طارق خيري لفريق سله سيدات. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي، بطوله مهمه، بقول لحضرتك الف مبروك. النهارده بقى كلمني عن الاستعدادات قبل المباراه واثناء المباراه، كنت حاسس بايه؟ اولا مبروك ليكم وتحياتي للضيوف اللي موجودين في الاستوديو. لا مش حاسس بحاجه، احنا مباراه زي اي مباراه. الازمه بتاعتها ان هي جايه بعد خساره بطوله تانية. كان موضوع نفسي بقى، ان تخرجي الولاد ما كانوش مصدقين احنا السنه اللي فاتت محققين كل حاجه، درس اليوم. فعمليه كله نفسي مع تصحيح اخطاء اذا كان، وخصوصا في الجزء الجماعي من اللعب. الحمد لله رب العالمين. محاضره والتمرين والتوفيق من عند ربنا. من بدايه الجيم فتح، فخلى الموضوع كمان سهل علينا كلنا الدنيا. زي ما انت شايفه شعور الولاد، يعني مش مبسوطين، يعني مش قادرين يطلعوا الفرحه عشان معالي الوزير العمري ربنا يشفيه. انما مجمل بطوله غاليه لينا، بطوله جوه النادي. التارجت اللي بنقوله او بيتقال لنا، او كابتن محمود كان عامل اجتماع من يومين قال نفس الكلام، ما تستهتروش، انتوا كسبتوا كتير، فاكتافكم تقلت، فلا ابذلوا مجهود، ارجعوا تاني على المسار الصحيح. ده احنا متعلمين كده، مفيش حاجه اسمها تانية. الحاله النفسيه من ساعه ماتش المرتبط الناس كلها نفسيا داون، زعلانين جدا. وانت عارفه انت بتغرزي بقى جزء كمان مهم، ان انت الجمهور، يعني انت مش ما ينفعش تزعليه. يعني بطوله حتى لو انت كسبانه، الناس دايما لا، في غلط، في ميستيك من مدرب، من اللعيبه، احنا بنلعب عشانهم. فطول ما انت بتكسبي انت بتفرحيهم، فاحنا مبسوطين، لان احنا اوريدي جوه النادي ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني، ما فيش مكافاه، ما فيش التارجت اول. هي دي كانت الازمه قبل الماتش، الجزء النفسي. انما توفيق ربنا كبير، انت تلعبي سبعه، دي البطوله السبعه، تاخدي سته، وان شاء الله ان شاء الله الكاس والدوري يبقى من حلفنا ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق، يمكن التعامل يعني من بعد موسم استثنائي اكيد في الاوف سيزون على بدايه موسم جديد بيكون صعب، خصوصا ان احنا محققين جميع البطولات الحمد لله الموسم الماضي. بتقدر تتعامل مع ده ازاي مع اللاعبات؟ التعامل بيبقى مش صعب قوي، لان هي مدرسه النادي الاهلي كده، احنا اتربينا كده. انما انا بحذر من اول السنه تكير، لما بلاقي حته في هدوء او في عدم الروح بنرجع نزعق ونقفش وتكير، هتاخدوا قلم عشان تفوقوا. ما كانش اتمنى ان هو يجي في الفاينل، كان يجي في حاجه اخف، انما هو جه فطبيعي كله تكير، لا ده لازم نرجع. يعني هي عوامل كلها مساعده، انما دايما بنغرزها، بتحط تارجت في الاول، وبعدين كل كام اسبوع ميتنج او محاضره او تمرين فيه عنف شويه فوقه، وخصوصا لو في تقصير في الجزء في التمرين. انا خلاص انا بك انا فرقه كويسه، هي دي اللي بيسموها ايه، النقطه اللي كلنا شغالين عليها، انا والجهاز اللي معايا والدكتور النفسي والكلام دوت. انما مهما تقول احنا في الوطن العربي انا فرقه كويسه، انا فرقه جامده، مهما تعملي مهما تحذري، تكير في فلوس، تكير ليكي تارجت هيتخصم منك فلوس، برضو لازم للاسف يحصل حاجه علشان الواحد بيتعلم. انما مجمل هم البنات وحوش رجاله، النهارده من اول الجيم خلصوه، هم موعديني ان احنا اللي جاي ان شاء الله احنا فايتنج فيه بقوه، ان شاء الله مش هنخسره، ونتمنى ان الدنيا تمشي كده. كابتن طارق طبعا كل التوفيق ليكم فيما هو قادم، وبشكرك ونورتنا. شكرا. مريم، ده اكيد كان لقاء مهم وكلام مهم جدا من كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سله سيدات، وده كان لقائنا هنا من صاله دكتور حسن مصطفى. بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه.